انا مشغل هنا يوتيوب ومشغل هنا تيك توك. اوكي، اول درس بدي احكي عنه انه مهما كان الهدف لازم يكون في نوع من التضحية في حياتنا. ايش معنى، ايش قصدي في هذا الموضوع؟ كل واحد فينا حيوصل مرحلة في حياته، سواء بالمدرسة سواء بالجامعة بالشغل، اي مرحلة لازم يكون في تضحية عشان تضلك انت ماشي في الاتجاه اللي بوصلك لهدفك. شخصيا انا حاليا في مرحلة الحمد لله شغال فيها منيح على تيك توك، بس عشان اضلني اكبر انا في نفس السرعة اللي انا عم بكبر فيها لازم اضحي بشغلات كتير. حالتي حاليا مثلا عم بضحي انا بطلعاتي من البيت، مش لاقي شيء، بس عشان بحاول استغل كل ساعة في يومي واحطها يا اما في تفكير فيديوهات، في البحث عن نصائح للفيديوهات، في البحث عن مواضيع جديدة للفيديوهات، ارد على مسجات، ارد على الكومنتات، شغلات كتيرة بعملها وبخصصها لتيك توك. هلا حاليا انا لو الواحد بده يفكر فيها كمردود، المعادلة مش منطقية. ليش؟ لانه ببداية الرحلة التضحيات هاي ما حترجع لك مردود. هلا ببداية الرحلة المردود بيجي بعدين، فعشان هيك الواحد لازم دائما يكون مستعد انه انا لما اكون ماشي باتجاه هدفي بدي اكون مستعد انه المردود ما حيكون موجود من اول. فانا هلا مثلا صح اني انا ما عم بطلع كثير، مش كثير عم بغير جو، قعدتي في البيت كثير طويله، معداتي بسيطه زي ما انتم شايفين، يعني انا وريت الموضوع اكثر من مره، يعني شغلات بسيطه جدا. هاي تضحيات مش من اول الواحد ببلش فوق، مش من اول واحد ببلش فوق، سوري. الشغله بدها شويه وقت، الشغله بدها انه الواحد يضل مستمر عشان يوصل للي بده اياه. الجزء الصعب انه الواحد فعلا يستوعب انه الموضوع ان شاء الله ان شاء الله اذا واحد فعلا حط ثقته بربنا بعدين ثقته بحاله واللي عم بيسويه، الواحد وقتيها يعني هو هذا الجزء الصعب، انه تكون في الثقه انه ان شاء الله ان شاء الله هذا حيرجع لي مردود لقدام، شو ما كان المردود اللي بدك اياه. مردود مادي، مردود من ناحيه مثلا سيارات، مردود من ناحيه بيت، مردود من ناحيه معدات، شو ما كان. بس الواحد لازم دائما يخلي في باله انه ان شاء الله هذا الموضوع حيجي بس بعدين. فلاي حدا مثلا بيلعب رياضه، اي حدا ببلش دايت جديد، اي حدا داخل على اي شيء، اي هدف جديد ومن هلا حاسس انه حياته صارت اصعب، يعني حياته بدون ما يحط الهدف، بدون ما يشتغل الهدف كانت اسهل كثير. بالذات مثلا شخص بيعمل دايت، انت عم تعمل تضحيه انه مثلا في طلعات مع اصحابك ما بتطلعها، مثلا انهم رايحين ياكلوا في محل معين، محل يعني اكله مو صحي. موضوع الرياضه يمكن في مرات انت تخليت عن طلعات عشان انت طالع على الجيم. يعني بالبدايه حيكون فعلا القرارات صعبه، حتحس انه يعني في نزاع داخلي انه اساوي ما اساوي. بس هاي النقطه، هاي المرحله، هاي القرارات اللي انا بدي احكي لكم، كونوا على ثقه انه ان شاء الله ان شاء الله اذا اتخذتوا هاي القرارات ان شاء الله نتيجتها بتكون طيبه بس لقدام شوي.